انا مش هرد عليك دلوقتي، بعدين ليا كلام تاني معاك. لا كمل كلامك دلوقتي. حكاية عمي دي تنسيها خالص، فلوسه مش هاخد منه، وهبيع المصنع وكفايه عليا المعرض. احنا ما اتفقناش على كده. بس هي دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن تخليني نستمر. وإذا ما وافقتش؟ ما قدامناش حل تاني. اتكلم عن نفسك أنت. قصدك إيه؟ لو كنت فاكر إني ممكن أقبل بأي وضع تبقى غلطان. أنا ما باينش فشلي لحد أبداً. أنا مالك عبد المجيد راكب، لا بتكسف ولا بخاف من الصح. حتى لو الناس كلها ضحكت عليا. ما كفاية بقى يا ملك، كل شوية عبد المجيد راتب وأمجاد عبد المجيد راتب. أوعى تغلط في بابا، فاهم؟ أوعى تغلط في بابا. إلا بابا، إلا بابا. ملك. مالك يا حبيبتي؟ ملك. ابعد عني بقى. كفاية كده. ابعد عني. الزهر محمود بيه بيحبك قوي يا مدام. ما حدش بيطلب الإسعاف في نص الليل ويجيب مراته المستشفى علشان حاجة زي كده. ما أنا ما عملتش كده غير لما أغمى عليها. دي أعراض طبيعية جدا عشان الحمل. حمل؟